نفسي انقطع، شلون تكون تشيل الطبيعي. فج في الرأس وكسور في العظام والأضلاع أبرز ما ناله الشاب النجفي علي الذي تعرض إلى هجوم مسلح من قبل 8 أشخاص انهالوا عليه بالضرب المبرح بالهروات وإطلاق النار بالسلاح الحي، بعد أن تحول شجار بسيط بين الأطفال لهجوم دام، بل وتطور إلى سرقة تقريره الطبي في المستشفى واللوذ بالفرار. نزلت باب البيت طبقت علي سيارتين بها 8 نفرات، فأسلاحهم وراء ظهورتهم، أنا مجرد ما جيت عليهم أتسلم عليهم. اشتغلون بأنواع الضرب وأنواع الترهيب وأنواع الإسلاح، عندهم واحد مسدس واحد رشاشة والبقية كلهم توافي، وكسروني وكسروا البيت وداسوا بيتي، واشتكيت عليهم وخذوني للمستشفى ومكسراني وخلع بإيدي وخلع بهذه إيدي والضوء مهشمة. خذوني للمستشفى، بالمستشفى باقوا الطبلة، وبالمركز غيره والتقرير الطبي مال الحادثة. حالة من الرعب والهلع أصابت علي وأطفاله، يروي بأنفاس متقطعة من شدة التعب والإصابات التي لحقت به ما حدث له، داعيا وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في النجف لاسترداد حقه وحمايته من التهديدات التي يتعرض لها لسحب دعوته القضائية التي رفعها بحق المعتدين عليه. لحد البارحة هددوني لو يخطفون واحد من جهالي، لو يقتلون شو اسمه، لو يحرقون سيارتي، لو يحرقون بيتي، ها لو اتنازل عن الدعوه. اناشد سيد مقتدى ابو المظلوميه، واناشد رئيس الوزراء، واناشد وزير الداخليه، ها هو احد اولاد عمنا ما يقبل بالخطا، واناشد كل شريف، واناشد كل قائد شرطه النجف، ها واناشد كل شريف بالنجف ينصفني ويضيف لحماية لبيتي. فوضى صايرة، يعني احنا ناشد قائد الشرطة وزير الداخلية، احنا نريد حماية، احنا نريد، يعني هاي الناس مهددة واحنا ما عندنا غير القانون، القانون الى ما نصفه الى من نروح احنا، وهذا مسكين الرجال كاسب وهدوا عليه، وهم مو بعيدين يعني هم جيران، وظل يعني المنطقة كلها ظلت صافنة. يأمل علي وعائلته أن يلقي آذان صاغية للنظر في حالة الاعتداء عليه وتحريك ملفها من الجهات الأمنية وقياداتها العليا للتوصل إلى الجنات قبل أن يتعرض إلى اعتداء آخر قد يطال أحد أفراد أسرته وهو دون حول أو قوة. من النجف محمد رزاق، التغيير.